يسعد أوقاتكم من جديد من قناة أهل الدار، قناة لكل الأعمار. استشارتكم معنا استشارة على الهواء، منقدم فيها النصايح لأسئلتكم اللي أنتم عم تقترحوها علينا واللي عم تقدموا لنا إياها على بريد الصفحة أو عبر القناة أهل الدار. استشارتنا اليوم فيها جزء من الحنية، فيها جزء من التواضع، فيها جزء كتير كبير من التسامح والتغافل. هذا الشيء اللي نحن بدنا نشوفه هي استشارة عن جار، جار بلاحظ انه هو عم يعيش بفروقات واسعة جدا وشاسعة جدا مع جيرانه بالمستوى الاجتماعي، بيعملوا تصرفات الجيران هو غير راضي عنها وغير راغب ابدا بالشيء اللي عم يصير، اما ازعاجات ليلية، اما وضع القمامة بوقت متأخر خارج الباب، اما بوضع اما بالاصوات تبع الاطفال، يعني بيطلعوا بفوتوا على البيت بشكل متكرر، وهذا الشيء ممكن يكون اذا كان بوقت متأخر يحاول انه يكون هو ازعاج للجيران. كان عم يقول لي انقل من بيتي أو أنا ممكن أبقى بنفس البيت، ولكن أنا كيف بقدر حل هاي المشكلة مع هذا الجار؟ هون كان في عنا كتير تنويه يعني خطير بدنا ننوه عنه. أنماط المجتمع وأنماط الشخصيات اللي موجودة ضمن المجتمع أنا غير قادر على التحكم فيها، ولكن شو الشيء اللي بملكه؟ أنا اللي بملكه هو نفسي، اللي بملكه هو ضبطي الذاتي، اللي بقدر أملكه هو لمس الأعذار. أنا لما بدي التمس العذر للطرف الآخر خليني أقول هذا الطرف الثاني ليش عم يساوي هذا السلوك بدون ما نحط أي مبررات، هي بتعزي فقط حظ نفسي، هي بتعزي فقط أنا شو بدي. لما بقول هذا الجار ليش هيك عم يعمل؟ أصلاً بده يزعجني، أصلاً هو عم يعمل هيك لحتى يضايقني، أصلاً هذا الشيء بيشبع حظ النفس اللي عندي. ولكن لما أقول هو ليش عم يعمل الجار هذا الطريقة، ليش عم يساوي هذا الموضوع، هل هو يمكن بأسلوبه الاجتماعي، يمكن ببلده، يمكن بمبادئه، يمكن بالأشياء اللي هو تعلمها وفق التقاليد تبع مجتمعه، هن بيعملوا هذا التصرف، ولكن بهذا المكان اللي نحن موجودين فيه نحن ما بنساوي هذا الموضوع. خلينا نحن نكون في عنا جلسة مصارحة، جلسة تسامح بيني وبين الجار لحتى أقدر وصل لمرحلة أني أنا ممكن ساعده وخبره بالحدود اللي بالنسبة لي هي ممكن تمثل لي. إذا أنا هذا الجار هو دائم عندي وبدي أكسب هاي العلاقة معه، فأنا بحاجة لجزء كبير من التغافل والجزء الأكبر من التسامح. وانتظرونا باستشارة جديدة على قناة أهل الدار.